الله ينور حاج صبري. الله يخليك. ايه الاخبار؟ طمنا كده. انا اشوف هشوف التيونر بس. ده حاجه متزايده يعني. انا هشوف التيونر ودوزانك. بس ايه رايك في قراراتها وفي جواباتها؟ تسخن انت زي الفل. تسخن. احنا كده دخلنا في الدوك. خش في الدوك. عندك الرصيد وعندك الدوك اللي انت طالبه. ايه الخس بقى؟ الكومتين الخسين دول يريحوك بعد كده السخونيه بقى، وتاخد جو الشغل بقى والناس بتاع الشغل ما دي لازم يعني. عشان طبعا انت لما تيجي تسخن مثلا في الشغل، تيجي تعمل اي حاجه، تلاقي الموضوع ما تخلاش تيونر 100% 440 تعلى معاك. طبعا أخونك. لو 440 ما ده بقى الفرق العازف. ان انا قلت لك ان انا راجل عازف قبل ما اكون صانع، ان انا عارف العازف اللي زي بياخد ايه. ما دي اللي تفرق بقى. طبعا النهارده 29 3 ما 29 23 3 2013.